تشرفت اليوم في زيارة معرض السيرة النبوية بتنظيم من رابطة العالم الإسلامي، لأن المعرض يعكس السيرة النبوية بطريقة مبتكرة ويستخدم آخر التكنولوجيا في هذا المجال، ولقد خرجت بتجربة جميلة في هذا المعرض. تأكيد متحف عظيم جدا ورائع، يحمل كل القيم التي تجمع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة كاملة من حوله، وأعطيت بطريقة عصرية جدا تستخدم فيها كل التقنيات الحديثة، بشكل أن حتى الجيل الجديد الجيل الرقمي يستطيع أن يعجب بهذه التقنية ويستمتع بسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وجدنا حقيقة القديم مع التكنولوجيا الحديثة، وهذا شيء حقيقة أثلج صدورنا، وحقيقة يعني عمل يشرف العالم الإسلامي. اللي شاف غير اللي سمع، فالنهاردة المتحف للسيرة النبوية العطرة، أنا بدعو أن كل طلاب مصر وكل طلاب الدول الإسلامية يطلعوا عليها، وهذا الكلام لازم يبقى متاح، لأنه بجد هيوضح حاجات كتيرة جدا لأبنائنا الطلاب. ما أشدني هو العملية التفاعلية التي بني عليها هذا المتحف. لم يكن متحفا تقليديا، بل كان توظيف التقانة والتحول الرقمي واضحا جدا، بدءا من الجوانب الحياة البسيطة للنبي صلى الله عليه وسلم، وامتدادا إلى تعاليمه وإلى كل ما قدمه لنا ولهذه البشرية حقيقة في سبيل إخراجها من الظلمات إلى النور. شكرا جزيلا للقائمين على هذا المتحف وهذا المعرض، رابطة العالم الإسلامي ومنظمة اليونسكو حقيقة على جهودهم التي يقومون بها في إبراز شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط للمسلمين وإنما لجميع الناس.